اعتدى عدم التنشئة اللي هو يا يوحدان ويا ينصران، عدم يعني عدم اتركوا الترك للفطرة، كل يولد على الفطرة، فطرة اللي هو دين إبراهيم حنيفة، السيدي محمد، الله هو ده، سنة الله التي خلق بها كل ده عبارة عن الفطرة، بيجيك صاغ سليم. يا يوحدان يا ينصران. اليهودي التهويد او التنصير هنا way of life، برمجة قبيلة، مش حكاية دين اللي هو الريليجن. يقول لك اليهودية والنصرانية كلا والبتة، العرب يعرفوا حاجة واحدة بس، القبيلة عصبية اللي أنا جيت منه، فهم كده قال لك الفطرة خارج عن القبيلة، خارج على إنه اللي اتبرمجت عليه واللي سلك من أمك وأبوك بتحطه على عيالك، لا يجوز. أسمعه شوفوا read his body، شوف نبرة صوته، بيقلدك، أمال كيف هيتربى؟ كيف الذكر هيقلد أبوه والأنثى هتقلد أمها؟ To identify with the sex، تبص كده تقول أيوه هذا شبهي، شوف إيش بيسوي وانا اقلده. حتى البلوغ بعد كده الله سبحانه وتعالى عاد يتولاهم برحمته. ناو الحمد لله والشكر لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله.